خصنا نخاطروا بحياتنا بصحتنا في صالح المواطنين وصالح الوطن. ما نكذبش عليك، حنا كل صباح ملي نكونوا لا نكونوا داخلين عند المرضى وحنا كنلبسوا كنطلبوا الله ما نتقاسوش نكمل السيرفيس ديالنا على خير وبخير ونعملوا الواجب ديالنا كما ينبغي ونخرجوا سليمين من عند عائلتنا ديورنا لهذه نكون عملنا واحد الواجب. انا ما شفتش عائلتي شهر ونص وانا عائلتي كامله في الشوال، عندي لا فامي ديالي هنا ولكن ماشي بحال خوتي. انا عندي خوتي يعني شاك سومين كل سيمانه كل اسبوع كنهبط للشوال نعمل ويكاند. دابا شهر ونص غير التليفون شويش كيجي في البعد ما نعرف كتجيك بحال اللي معزوله وعاد خرجتي من دارك جيتي في اوطيل لان في دارك كتكون مرتاحه كتكون لي بغى اي حاجه بغيتي تدعم لي تخرج تصور تخت هنا ما كاينش. كنخرجوا من اوطيل لوبيتال نسبي المستشفى مستشفى كنجيو لاوطيل يعني في واحد حجره موفرين لنا الله يعطيهم الخير موفرين لنا كل شيء ولكن لا تبقى ديك العزله كما داك المريض معزول في المستشفى حنا معزولين في الفندق وتقريبا كتجي بحال اللي هذاك المريض بحال اللي حنايا. ملي بينا ملي عملنا انفيرميير الا وعرفنا على ان حنايا غنكونوا جنود مجنده واذا وقع شي حرب او لو اذا جا شي وباء يعني في الاول ملي كتمشي لهذه المهنه كتعرف راسك هيداك. وبالنسبه لي انا بعدا تخطى على انها جهاد. انا بالنسبه لي هذا جهاد في سبيل الله. ما شفتش العائله ديالي من تقريبا من 6 مارس ملي 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 بدا هذا الشيء تقريبا من 6 مارس ملي جانا اول مريض جينا الاوطيل وداك الشيء ما كنشوفهمش كنتواصل معاهم عبر الواتساب دائما طبعا كنجلس نتواصل معاهم. حنايا ملي كيتشافى شي مريض كنفرحوا بزاف ولكن ما كذبش عليكم حنايا كنحزنوا بزاف على الناس اللي توفاهم الله. ملي كتجينا النتيجه ديالو بان صحاح خد الدواء ديالو وز معنا ديك جوج سيمانات كتجينا واحد الفرحه لا توصف. وكنقولوا يا ربي عاود جميع المرضى يخرجوا لاباس عليهم باش على الله ربي يفك هذا الوباء ويمشي دغيا وكل واحد يرجع لوليداته ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. ما نبقاوش دابا حنا مكتئبين ما زعما الصراحه اللي يكذب عليك الكذاب يقول لك لا رحنا فرحانين وحنا بهذه لا الا نضحكوا نهضروا غير من الحنجره فوق حيت الضغط الضغط ديال العمل الضغط اللي تشوف ديك المريض المسكين اللي تشوف بعض المرات اسره كامله معانا ما كيكونش غير واحد ولا جوج كتشوف المراه والراجل والوليد هي معانا دابا معانا اسره كامله وكاين اللي عندنا ثلاثه من الاسر من الاسره ثلاثه ديال الناس باش تشوفهم مع بعضياتهم ناعسين شي صعيبه.